والسلام عليكم ورحمة الله. أهلا فيكم سلسلة سيتي سكاي لاين، معكم خليل من خليل جيمنج. وكل مرة ياسين نطور في السلسلة، ما خلاص تحفظتوا شغلة تطوير السلسلة، يعني استوت الشغلة روتين بالنسبة لنا، قاعدين نطور. بس الحين بنبدأ المشروع اللي من زمان نتكلم عنه، مشروع سوري الجي بي ار. أبغى أسوي جي بي ار، خلاص تنحت وياي. أبغى أسوي مكان فيه ماي يدخل زين، وابغى اطلع السفن منه. بيكون شيء وايد حلو ترى، وايد حلو، بيكون شيء مرتب وايد. الحوطه ما اعرف كيف اسويها بالضبط، يمكن سالتوني قبل عن الحوطه، بس المشروع كبير شوي. يعني هذا بيكون جي بي ار كامل، وابغى خندق ماي في الوسط، وخندق الماي هذا اباه يتسع حق خطوط الملاحه. خطوط الملاحه مالي بتكون اللي هي هذه، لحظة سوري، ايوه هذه زين. ابغى يتسع الخطوط منو الملاحة مدخلا وشو ومخرجا. بس بس ايه بعد ما يمشي يبغى لنا نتأكد انه حتى الادارة ماله يركب على شو؟ على القياس. بس دام ان هذا يركب رقم واحد، الموضوع موضوع انا اموره طيبة، بس موضوع اموره جدا طيبة، ما بنحاتي. الحين بنيب بنسوي هذا، خلنا ناخذ لنا شوي زيادة، بنسوي خور عود اللي هو هذا بتمر من فوق السور. على فكرة هذا بتمر من فوق السور طيبة جدا، وبيكون في سفنة تمر. المشكلة بيكون عندنا شوي في مستوى الماي، يعني مش وايد، بيكون عندنا مشكلة بسيطة كمستوى ماء. بس ك لحظة هذا لازم نسكره، هذا لازم نسكره، هذا لازم نسكره. جبت العيد، اوكي مو مشكلة، ها بعد العقب بسوي له سموثن، مش مشكلة. بنقعد بنسوي خله مربع، خله مربع مربع زين. ابا خندق سيدة، ابا خندق مرة سيدة. بس الحين انا خربت منه شوي، فخلوني اعدل. لحظة اوكي، هذا بيكون في فوق سور، هذا بالنص المدينة مرة بيمر، ما في تفاهم. عاد تقولوا لي هذا ولا غيره، بيمر النص المدينة. لحظة خلني بلين وين اوكي، خليه يمر نص المدينة شوي زين، ونحطي له حفرة زيادة. هذا اظن بيضيف لنا جمالية حلوة على المدينة، لان نحن ما عندنا اماكن فيها خنادق ماي فعليا داخل المدينه، ومحتاج ماي. انا كانت الخطه قبل بسويها، بس ما قدرت اطبقها بالشكل اللي اباه، يمكن نقص معدات ولا شيء. بس الحين اوكي، الحين عندي الفراشه الصحيحه، عندي الفراشه شو الصحيحه. لحظة خلنا نسويها متساوية تقريبا، صعب يستوي متساوية على فكرة. أيوة هذا التول المطلوب، 1 2 3. خلنا نسوي على راحتي، استعجلت فيه توهقت، فما له داعي استعجل فيه. هذا المرسى بيكون إن شاء الله بإذن الله راح يكون المرسى رقم واحد، رقم واحد. هذا المرسى كامل مرة، مش في نص نص المدينة، بس مكانه حلو. أنا بعد ما أبغى وايد ورا، أبغى قريب البحر على العماير، بيكون في عماير. أوكي الحين إذا نحطي
شوي نخليه مرن اكثر المكان، مش يابس. مثلا هني اللفة هاي هي تكون شوي شوي يعني فيها طافي المرونة، عادي على الشاطئ هنا بنحط شوي بيوت، بنحط شوي سوالف. مثلا هني مش بالضرورة تكون زاوية مستقيمة بالطريقة هاي. الهدف ان هذا مشروع الدي بي ار، لكن المشروع هذا شوي بيكون طويل، ما بيكون مشروع قصير نفس معظم اللي البروجكتات هاي تكون قصيرة شوي اللي نحن نسويها. هاي مدن اساسية وغيرها والسوالف نسويها، ترى مشاريع مش بالقوة اللي انتو تخيلونها يعني، بالنسبة لي انا، لكن هذا بالنسبة لي احسه اقوى منهم بصراحة. يعني انا احس بالنسبة لي هذا كبروجكت اقوى وايد من باقي البروجكتات. خلها مربع خلها مربع. هذا لا، مو مشكلة، هذا مو مشكلة، هذا نسوي له شوي برشنج. لا سوري، برشنج نسوي له، نشيله من هني كامل. ابى احطي مصدر ماء بس اخاف يغرق المدينة، ترى الصراحة ابى احطي مصدر ماء بس اخاف يغرق المدينة، فما اعرف، بنجرب. عندي مصادر ماء انا. هذا شو؟ مو في سي ليفل، لا بليس ووتر سورس. اذا حطيت هني الماي احس بيستوي خربطان، اشوف هي بيغرق الدنيا. خلنا نشيل، بيغرق كل شيء موجود عندنا، ما انا بغرق كل شيء نحن. اتصور كلكم متوفرين وما انا بغرق كل شيء نحن. انزين، هذا درب الدخول، الحين نبغى درب شو؟ طلعة قريبة، طلعة قريبة عادي ندبرها مو مشكلة. وين البرش تول مالي؟ خلي على الدائري احسن، برد الرتبة في الادارة مش في هذا. خلنا اشيل هذا، خلي دائري، خلي يبين نوعا ما مقصة يعني، كأن مقصودة، ما اعرف، ما يبين شيء من هالقبيل يعني، بس مو مشكلة عادي. الهدف واضح، الهدف هني يكون عندنا مسار تنقل بحري. بس ليش نبغاه؟ حق مواصلات داخلية، حق سياحة، ما نبغاه حق بس. ان شاء الله عاد يركب، قولوا ان شاء الله يركب. انا مسوينا هذا ان انا ادعي انه يركب، واذا ما ركب في له تصريف، ترى ما عليكم، في له تصريف طيب يعني. ونصرفه، بنزل الليدران وبنسوي سموثن شوي، بنركبه بدون اي مشاكل، ما عندنا مشاكل. ممكن اسوي حتى برا الحلقة، اكمل المشروع اذا وقت الحلقة ما سد يعني، هذا اسوي لكم اياه خارج وقت الحلقة، بس ابغاكم تشوفون كيف المشاريع هاي تبدأ وكيف ممكن تنتهي، لان هاي المشاريع مهمة انكم تشوفونها كيف بدأت وانتهت. فمش بكل بساطة يقولوا بعقلكم مشروع تعالوا شوفوا المشروع جاهز، لا، احنا قاعدين نتعلم مع بعض، نسوي سلسلة تعلم. فلا بد انه يكون شو في عمل من الصوبين. زين الحين هذا انا ما اتصور انه بيستوي مكان الاخر، تو هو جي بي ار بس ما يخصه في الجي بي ار يعني كمسمى. بحب في عندي كم عبارة عمارة منزلينهم من دبي، تيمات دبي حصلتهم على الستور وابا اجربهم بصراحة يعني، لا تسألون بس للتجريب. هني مكان حلو حق بيت، فبيكون شيء جميل إذا ضبط الوضع وياي. يركب بس يمكن نشوف. ما بينزل هذا لأنه مربوط في الترين اللي حوله، فلو انزل الارض شوي ادرجها ممكن. انا حاليا ما بنزل الارض، بخلي نفس ما هو، لان مستوى البحر عندنا مرتفع. بس شو اللي بيستوي؟ هذا بيستوي الشوارع بينها،
هذا التضاريس زيادة نحن نضيفه للأرض، هذا مش شيء إعجازي ولا هذا شيء عادي ترى، هذا يمكن نحتاجه موسع عقب شوي بدفة هنا ولا هناك نسوي الجي بي آر. جي بي آر شو سالفته؟ نبع ماير على الخندق هذا، أبو أي هني، أبو هني بيوت صغار بلل ما بع ماير، هني بنحط بيوت مرتبطة بشارع رئيسي واحد، شارع رئيسي لازم بيكون فيه شو حق باصات اللي هو سكس لين. سكس لين هذا سوي منه جسر بسيط، لحظة شوفوا كيف يتقبل، لا جيد بس شو يباله يكون سيدة بس، ايوة عمود في الوسط رقم واحد، بس عمود هذا ما يستوي يكون هنا، لا العمود ما يصرح يكون موجود في المسار هني، بنحط العمود سبور تحت هني بنخشه، ما بيبين العمود. أوكي. بس شو يباله؟ يباله هاي النقطة شوي نرفعها اساس يستوي منو الجسر سيدة، شوفوا ايوة ومهني برفعها شوي ما قاعد يرتفع، من هنا بنرفع، انت تعال انزل ما بشوفك انزل، هذا الجسر زين بس شو بس يبالي شغلة، اوكي نزله من هنا شوي نرفع من هنا شوي لين يستوي شو سيدة، هذا الجسر رقم واحد، جسر رقم واحد بس شو ابا هذا امسحه وانزل الجسر من هنا، سوينا وهذا الجسر نزله وين هنا الحين، اوكي هني يمكن احس انه يباله تنزيل شوي بس في اختلاف في ارتفاع الصوبين، بس هذا اصلا معبر رئيسي على منو في نص المدينة، حتى مش تقولوا لي والله لا الخارج ولا غير، لا في نص المدينة دايركت بيمر، ليش نص المدينة؟ لان في شوارع صغيرة بتطلع هني وفي باصات بتوقف لهم كل مكان، في باصات بتوقف للجميع كل مكان، لحظة افتح هذا خليه اصل بيلزق في الارض، بيوت هاي على ميلان بطلع منها شوارع هاي نسوي منها البلد تحت، يمكن شوف مستوى المي، مستوى المي نزل شوي يمكن اقدر العب هنا شوي في التضاريس بعد مش وايد شوي، ولا يمكن حتى نسويهم بالطريقة هاي، ابغاكم تتحملون هالكم حلقة لان هالكم حلقة تضاريسها يعني شيء مش طبيعي، بيكون شيء شوي بزيادة، أبوه هني نفس جرف أيوة يا عدد، بالنسبة لي هذا رقم واحد لأن الشاطئ هني بيكون، هذا بسوي شاطئ عندي شاطئ فخلاص ما بشاطئ كل مكان، هني مكان ممشى، هني مكان ممشى مش مكان، ايوه نفس القياس، اوكي زين نفس القياس نفس القياس، بس هذا المطلوب شارع رئيسي.
معلش لازم يكون عليه دكاكين، لازم يكون عليه كذا، لازم يكون عليه وايد امور. عندي وايد شوار عنه، وايد من كل شيء، منزل شوي شغلات جديده، بس اللي بستعمله في واحد يجي مع شو مشترك، استغفر الله، اللي مع الباركن، متأكد انه موجود لانه وايد شوارع الحين قمت اضيع بين الشوارع على فكرة، تعرف من الشارع. ولا اقول بنحطي هذا 3 لين رود و 2 لينز جوينج ان وان دايركشن مور ذان ذا اذر. اوكي خليه لزق في الارض، بنطلع من هني وبنسويه بهاي الطريقة. اوكي لا هني على على المينا مرة دايركت على المينا. انزين وهذا عندنا خط بالنسبة لهم، نحتاجه؟ لا ما بنحتاجه. وهني بعد نفس الشيء خط مايل. هذا الحين اساسات اول شيء بنسويه الجبار. على فكره المكان بس في دخلتين طلعتين جسرين فقط، الناس تدخل بالطول وتطالع وتوكل، بس ما بسوي جسور ثانيه، جسرين وخلاص. اللي يبي جسور غير مشكلته. مثلا هذا مش هذا سوري، هاي متوهق بعد تقول هذا. لحظة الطول هني شكله بيلعوزني، شكله وايد بيلعوزني الطول، وايد بيلعوزني الطول. بس اتس اوكي لان اصلا الموضوع له قياسات وله شو وله تراتيب. الحين نحن متعدين تقريبا كل شيء. خلنا نشوف بس هذا هني لهني. في عندي مشكلة في الاليفيشن هني عيل، الاليفيشن عندي مش مضبوط، مستوى الماء يرتفع ولا شو؟ لا هني اصلا مستوى الماء اوكي، بس هني نص نص. هني بيكون مينا في اثنين ولا ثلاث من التنظيم، في خط طالع وخط شو داخل. هذا نروم ندفع اذا حصلنا فيه مشاكل، يعني ما عندنا مشكلة اصلا، ما عندنا مشكلة، اموره طيبة. زين لحظة خلني بتول، انا اكتشفت اني ناسي ابند هذا. انا ما ابغى هاي تطلع، ايوه 100% جسر سيده. هذا مو مشكله شوي لانه على جانب الطريق يعتبر، بس رقم واحد لزقه في الارض وبسوي خط مايل. هذا بيدخل عليه هاي واي ترى، فيوم بيدخل عليه هاي واي بنتلعبس شوي، وهذا بيدين مش هني، هني شوارع صغيرة كلها بتكون، وبيلين هني. هذا تخطيط كله، بس تخطيط منطقة راح تكون ضخمة ترى على فكرة، جبارة جدا 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 ضخمة راح تكون. هاي منطقة مش صغيرة ابدا. اوكي هذا المخطط الاساسي الحين، بس يوم ندخل نحن داخل تفاصيل زيادة بتشوفون قصدي، بتعرفون قصدي. سوي دكان هني، دكاكين هني، لازم نسوي شوي زحمة. يعني أنا مش وايد مع الزحمة، يمكن تعرفون هالشي، لكن
بعض الزحمة والله مطلوبة بعض الأوقات. هني بيطلعون بيوت صغار، كل شيء على الشاطئ بيكون شغلات صغيرة، مو بيكون شغلات ضخمة على فكرة، ولا بالأحرى على الممر هذا اللي في الوسط، الممر اللي في الوسط هذا بنسوي كرسي هني على أساس الناس تطوف. أوكي، وهذا بنسوي من هني لهني تخاطئ، وهنا بتكون في حديقة عندنا بسيطة أو عمارة شيء زي. هنا بيكون عندنا منطقة يمكن تجارية ولا شيء، يمكن في تولز زيادة. بسوي لهم لسته بعدين انا شو تولز قاعد استعمل، بس الحين هذا التخطيط الاساسي. هني لما ننزل تخطيط اساسي بالطريقه هاي. شو الخطه الحين نطلع من الهاي واي هذا؟ ما في مشروع جامد ترى على فكره. مش لحظه، بيكون المشروع مش جامد. اللي بعده ابى اطلع وادخل من نقطة واحدة زين اللي هي هاي. اوكي، وهذا طبعا ما نزل منه ولا شيء، ما سوى ولا شيء. الشارع يدخل وين؟ من نفس المكان تقريبا، بيكون احسن. ويدخل في نفس المكان، اوكي. هاي طبعا شو بيكونون هني؟ هاي عند الجي بي ار، مرة عند الجي بي ار الهاي واي. هذا دونت، هذا حلو يمشي حاليا، بيدخل في طور التعديل بعدين. لابد شوي تعديل، لابد من اصلا شوي تعديل، لابد منه يدخل في التعديل زين. ونيب هذا من هني لين هني. الهدف انه يكون نوعا ما متساوي، يكون مربع شوي نفس التخطيط هذاك اللي تذكرونه اللي سويناه، ويكون قابل انه يتوصل. هذا اهم شيء، اذا ما منه قابل يتوصل انا في مشكلة، في مشكلة ضخمة، في مشكلة كبيرة. ابغى الناس تطلع من هذا المكان هاي، بس زحمة بيكون هنا اصلا، اتصور بيكون زحمة. لحظة، نوزعهم عيل، نوزعهم بالطريقة هاي. أتصور توزيع شي زين، يطلع هني يدخلون هني يطلعون هني عشان ما يسوون زحمة، ياخذون دوار ويتوكلون. يمكن من هالمدينة بيجون لين وين؟ لين هاي المدينة. التنقل لازم احسب له مليون حساب. هذا التخطيط الأولي، بس ببدأ المكان. أبى أول شيء كهرباء. لحظة، وين صار أندر جراوند؟ زين، جبنا لكم شيء جديد ترى. هذا أندر جراوند تحت الأرض هاي، هذا شيء جميل بيوفر علي التعب. شوفوا ما في عمدة كهرباء، ارتحنا من عمدة الكهرباء، ارتحنا جدا. أبي أحط عمارة اللي هي بتقوم عليها حوالين جبيار، يعني هني لازم يكون في عماير كبيرة تحتها مطاعم أو فلل على منو؟ على البحر. بس لحظة، هذا شو بنسوي فيه؟ خلنا نشوف، بخبركم ليش الحين. دقيقة، أساس تعدل المناطق. ليش دقيقة الحين؟ أساس أعدل المناطق بس، مربعات. وين صديقنا؟ اوكي، رقم واحد.
هسه نعدل المكان، بحط عمارة افتتاحية زين، حط عمارة ولو تكون من عماير دبي ظني احسن، تكون احسن وايد افضل لو تكون من حدائق دبي، من حدائق دبي من عماير دبي. انا نزلت تمبلت وابا اختم الحلقة لان وقت الحلقة خلص، واحطي لكم انا وين حطيت عماير دبي، مش هوتيل يباله فندق هني هو اصلا، بس هو خلنا ننقي لكم فندق، لا ما نبى صاروخ كاتدرال مرة واحدة يا ابو خلي. انزين نبى لا مش ترانسبورت تور، ابراج الامارات لا مارينا، ابراج المارينا يكون براج المارينا مكانه هني يكون عم الوسط يبين مرة، يعني لو احط هني العماير الطويلة فهل تصنيف هذا هني، ويمكن واحد هني، وارد وين وارد وراء احطي شغلات الاكثر. عندي انا مجموعة عماير منزلنها على فكرة، ما بخل عليكم في العماير، فابا احطي برج انه يكون ادرس ريزدنت تور والله حلو، وندخل عنوانها تعرفون اللي عند بيمول، بس احطيه مكان اروم احطي عنده حديقه وممشى، هذا مكان مش مال هني، اروم اكبر هالمنطقه واسوي له حديقه حقه بروحه، بس مش هني مره دايركت لا. هذا مكان رقم واحد مره على الخندق، يمكن خندق ما اعرف، بس لازم اسوي شيء بخصوص الماي، احس وايد ضحل الماي هذا، ما بيمشين عليه سفن، اشوف السيلبل لحظة اشوف السيلبل اوكي خلنا ارفع بيرتفع ما في شيء بيغرق عندي، لا بالعكس شكله بيتعدل ما بيغرق عندي شيء، لا بس تأكد انه ما في شيء بيغرق، بس ممتاز مفروض انا مسوي الماي هنا يرتفع ترى مفروض، لكن في نخل في نخل في الموضوع، ما اقدر احط ووتر سورس هني لانه حطيت ووتر سورس هني كلهم بيغرقون كلهم بيغرقون، ابو ووتر سورس ما يأثر على العالم ما يستوي، هذا ممكن انا انزل، لا 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 الحين اوكي مستوى اوكي بيرد ينزل، بشوف الحل بعدين في حقاتي يا مالي بشوف شو ممكن يصير، في المهم ما في شيء عندي غرق، مدينة قامت تستوي جميلة على فكرة. زين بنحط فندق العنوان، خلنا نحط فندق العنوان تور 1 تور 2 بيكون مكان مقابل لنا، يمكن مكان نفسني ولا المفروض اظني احط الاثنين نفس المكان، ممكن اسوي لهم والله هني بعد مش غلط ترى على فكرة، هني مش غلط ابدا، مكان جيد جدا، خلنا نكسر هذا فندق العنوان شو يكون قدام الحديقة، زين قدام الحديقة مرة تور 1 تور 2 مرة قدام الحديقة، في لها كهرباء ما وصلت بتوصل عادي، كنت تحته بالضبط لا حطيت تحته
مبنى باركنات هني محتاجين باركنات. انت عندك فندق العنوان بنحطه على اغلب مول هني. اوكي اذا حطينا مول بدون تخطيط محترم بشوف شو بحط جنبه، بس ابغى احط عنده عماير. هل المشروع بيكون شوي بالوقت لان برد اضبط اتوقع جسور واماكن بحريه ومساحات ومخططات كلها راح ارد اضبطها من اول وجديد. يعني مشروع الجي بي ار راح يكون مشروع كبير مره كبير. المهم شكرا لمتابعتكم هالحلقه، اتمنى منكم اللايك والسبسكرايب والفولو ان عجبتكم الحلقه، وان شاء الله تريوا المزيد من مشروع الجي بي ار. راح يكون مشروع جميل جدا ومختلف عن الاول، بيكون فيه وايد شغلات ان شاء الله ومترو ودنيا وبشوف يمكن اغير الشارع حتى احط لي ترام انت باسس ان شاء الله. بنشوف شو بنسوي. والسلام عليكم ورحمه الله.